في مفاجأة مدوية، مصر تقترب من إتمام صفقة تسليحية للقوات البحرية ستغير من موازين القوى في الإقليم ويمكن في العالم. 6 غواصات نووية دفعة واحدة. أيوة زي ما حضرتك سمعت كده، أسطول من الغواصات النووية سوف ينضم قريبا إلى الأسطول المصري. الخبر أعلنته من فترة صحيفة لاتريبيون الفرنسية، ولكن الجديد النهاردة اللي جه في تقرير لموقع تكتيكال ريبورت المختص بالشؤون العسكرية، واللي نشر لأول مرة تفاصيل عن سير المفاوضات مع فرنسا وتفاصيل الصفقة والأسعار وأيضا المقاومة الإسرائيلية التي تسعى لعرقلة الصفقة. عاوز تعرف ليه الصفقة دي هتغير خريطة القوة في الإقليم ويمكن في العالم؟ ركز معايا قوي في اللي جاي في تفاصيل ومواصفات الغواصة دي. أولا كده، الغواصة دي هي درة إنتاج شركة نوفال الفرنسية اللي سبق واشترت منها مصر فرقاطات الفريم أكواتان والفرقاطات الجو وين. الشركة هي شركة متعددة الجنسيات، ولكن حصة الأغلبية بتملكها فرنسا بنسبة 62%. الغواصة الهجومية من طراز باراكودا هي غواصة نووية، أي تعمل بالطاقة النووية، إذ لديها مفاعل نووي صغير على متن الغواصة بيمدها بالطاقة. مش بس كده، كمان الغواصة لديها منصات إطلاق صواريخ كروز القادرة على حمل رؤوس نووية دقيقة التوجيه. الغواصة من فئة غواصات المياه الزرقاء، أي القادرة على العمل في أعالي البحار لمدد إعاشية وبقائية عالية، وهي متعددة المهام ودورها الرئيسي مرافقة الأسطول وحمايته، ويمكنها ضرب الأهداف البحرية سواء سفن أو غواصات أو ضرب الأهداف الجوية وكمان ضرب الأهداف البرية على السواحل، بالإضافة لدورها في زراعة الألغام والاستطلاع والاستخبار الإلكتروني وجمع المعلومات. وقدرتها على ضرب كل الأهداف المتنوعة دي نتيجة امتلاكها حزمة تسليحية متنوعة مرعبة بيصل إلى 34 سلاح متنوع ما بين توربيدات ثقيلة وقاذفات إطلاق عمودية وصواريخ متوسطة المدى وبعيدة المدى دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى رادارات حديثة بيمكنوا من تتبع 50 هدف والتعامل معهم في وقت واحد، وكمان نظام دفاع مضاد متطور بيقوم بإطلاق شراك خداعية لتضليل التوربيدات المعادية، وكمان الغواصة مزودة بطائرة بدون طيار بيتم إطلاقها لجمع المعلومات عن الأهداف المعادية وإرسالها للغواصة والعودة للغواصة مرة أخرى. وفوق كل ده، الغواصة بتحمل على متنها غواصات صغيرة بتسمى SD، وهي مخصصة لتوصيل الغواصين من الضفادع البشرية والقوات الخاصة للقيام بالعمليات في السطح أو البحر، وبتشيل لغاية 60 فرد ما بين طاقمها أو أفراد الضفادع البشرية والعمليات الخاصة، وبتقدر تفضل في الأعماق لمدة 3 شهور كاملة دون الخروج إلى السطح أو التزود بالمؤن أو الوقود. تقرير تكتيكال ريبورت بيقول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتفاوض على شراء 6 غواصات دفعة واحدة بقيمة بتصل إلى 4 مليار يورو، بالإضافة لمليار يورو إضافي مقابل تزويد الغواصات بمجموعة متنوعة من صواريخ كروز. التقرير بيقول إنه حتى الآن اللي معطل إتمام الصفقة هو تعرض فرنسا لضغوط دولية هائلة، لأن الصفقة هتحسم خريطة القوى البحرية لصالح مصر، وهو أمر لا تريده أمريكا. ولكن في نفس الوقت الصفقة دي مهمة جدا بالنسبة لفرنسا، لأن الغواصات دي كانت ضمن صفقة لأستراليا وتم إلغائها قبل تنفيذها، والصفقة المصرية تعتبر المنقذ للحكومة الفرنسية لتعويض الخسائر وفشل الصفقة الأسترالية. الموقع بيرجح إتمام الصفقة لقوة العلاقات بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خصوصا بالنظر لتاريخ الصفقات المماثلة بين مصر وفرنسا. يعني فرنسا هي اللي تحدت الإدارة الأمريكية وأتمت صفقتين كان عليهم اعتراض قبل كده، منها طائرات الرافال بعيدة المدى. الصفقة الأولى شملت 24 طائرة رافال وحاملتين مروحيات مسترال في عام 2015، والصفقة الثانية 30 طائرة رافال وفرقاطتين من طراز فريم أكواتان متعددة المهام في 2021. التقرير بيقول إنه في 2016 الحكومة الأسترالية وقعت عقد لشراء 12 غواصة بقيمة 35 مليار دولار مع فرنسا، ولكن في 2021 ألغت أستراليا المشروع بعد ما الولايات المتحدة عرضت عليها إدخالها في تحالف أوكوس، وبيشمل برنامج صناعة غواصات نووية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. ومن هنا فرنسا اعتبرت الحركة دي أضرت بيها بعد ما بنت الغواصات بالفعل، وإن أفضل رد هتقوم بيه فرنسا هو بيع الغواصات دي لمصر
أو تحديداً 6 غواصات منهم. وهنا ممكن حد يسأل، طيب هل إحنا محتاجين الغواصات المتطورة دي؟ خصوصاً إن مبلغ الصفقة ضخم للغاية في ظل أزمة اقتصادية طاحنة. أولاً كده لازم نبقى عارفين إن تطوير سلاح البحرية المصرية بالذات بيحسب له 1000 حساب. ليه؟ لأنه أمر مش مرتبط بالريادة المصرية في البحار المصرية فقط، ولكن بالريادة المصرية في إقليم الشرق الأوسط كله. وإنه كلما زادت قوة الأسطول المصري اتسعت معاه بالضرورة لحظياً رقعة نفوذه على الإقليم. ومع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ثم حرب غزة وما تبعها من ظاهرة خطف السفن في خط الملاحة الدولي لقناة السويس، دخل العالم كله ومصر بالأخص مرحلة أمنية جديدة. لازم تبقى فاهم إن حماية قناة السويس مش بيقف عند مجرى الممر المائي للقناة، ولكن على كامل مسرح عمليات البحر الأحمر اللي بيبدأ من بحر العرب وخليج عدن جنوبا حتى ميناء بورسعيد والبحر المتوسط شمال. وكمان حيزداد الصراع أكتر وأكتر على مصادر الطاقة من النفط والغاز. وأهمية موقع مصر الجغرافي خلاها وقع بين مشاريع توسعية شرقية قبل ما تكون غربية، والطمع في ثرواتها وأرضها وموقعها وبالأخص سيناء وقناة السويس سيظل مستمر، والتكتل المعادي منتظر اللحظة اللي قوتك فيها تضعف أو تترنح علشان يبدأ الانقضاض عليه. ده بالإضافة لضرورة امتلاكك القوة الكافية لتأمين منابع النيل في ظل محاولات استخدام المياه كسلاح سياسي. كل التحديات اللي بتواجه مصر دي بتقول إنه لازم يكون لك اليد الطولة في أعالي البحار، وإن قوتك هي الضمانة الوحيدة لحماية ثرواتك ومقدراتك وأمنك القومي، خصوصاً بعد ما كشفت حرب غزة ومن قبلها الحرب الروسية الأوكرانية ازدواجية المعايير الغربية، وإنهم لا يهتمون إلا بمصالحهم الخاصة فقط، وإنه بالبلدي كده المتغطي بيهم عريان، وإن قانون القوة أهم من القانون الدولي اللي أثبتت الحرب الروسية وحرب غزة إنه مجرد خيال مآت، وإن تكلفة امتلاكك لسلاح رادع مهما كانت مرتفعة هي ضريبة بسيطة أمام امتلاكك القوة الكافية لحماية وتأمين نفسك بمفردك. الرئيس السيسي قال كلمة بسيطة عميقة، العافي محدش يقدر ياكل لقمته. والمشير أبو غزالة كان ليه جملة عظيمة مش بنساها أبدا، إن الضعف دعوة للعدوان، وإن امتلاكك القوة الرادعة هي أفضل ضمانة لمنع الاعتداء عليك. فالسلاح بعد الحرب العالمية الثانية أصبح بيستخدم فيما يعرف بسلاح الردع حتى لو ما استخدمتهوش. هو وجوده في حد ذاته عمل الدور المطلوب منه، وامتلاكك له منع أي طامع من التعدي عليك. والحمد لله التطور اللي حصل في البحرية المصرية خلال 9 سنين اللي فاتوا ما حصلش من أيام محمد علي باشا وكسر عبد الفتاح السيسي كل الخطوط الحمراء اللي كانت مفروضة على مصر. مش بس في امتلاكك القطع البحرية الفريدة، لا، الأهم توطين صناعة الفرقاطات. وشفنا لأول مرة صناعة المدمرة العملاقة ميكو 200 الألمانية في مصر، وأيضا الفرقاطة متعددة المهام جو ويند في ترسانة الإسكندرية. كل ده جعل الأسطول المصري بيحتل المرتبة 6 عالميا، ولا يسبقه إلا أمريكا وروسيا والهند والصين، ويأتي قبل كل دول أوروبا لأنه فعلا أصبح أسطول دولة عظمى. عشان كده الغواصات دي هتزيد من قوة مصر قوة، وهتوسع نفوذها، وهتخلي الأسطول المصري وحش كاسر لا يمكن لأحد إيقافه. وهو تطور غير مسبوق ومنطقي لدولة عندها حدود بحرية ممتدة بين بحرين وثروات اقتصادية ضخمة متنازع عليها، وكمان مكلفة بحماية أهم ممر ملاحي في العالم، وتريد حماية أمنها القومي والحفاظ على ثرواتها والدفاع عن مقدرات أبنائها في ظل تهديدات متواصلة غير مسبوقة وأطماع لا تهدأ ومشاريع توسعية شرقية وغربية وعالم مضطرب، عالم يحكمه قانون القوة وليست قوة القانون. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.